وبعدين جماعة التبليغ لا يهتمون بتصحيح العقائد. نحن لماذا ندندن في الجلسة وذيك الجلسة وكل هذه السنين الطويلة؟ لا بد من التصفية والتربية، تصفية الدين مما دخل فيه. شيخ جماعة التبليغ لا يقوم بهذا الواجب أبدا، بل هو ترك جماعته، كل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام، كل مين على دينه الله يعينه. تفهمون هذه الكلمة؟ هذا ما بيجوز في الإسلام. وين الدين النصيحة؟ وين لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر؟ وين وين؟ الجماعة التبليغ بيشوفوا واحد يصلي على مذهب، ما بيقول له السنة يا أخي كذا، لا، نحن ما بدنا نفرق بين المسلمين. بيشوف المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبر، قد يشاركه في الطواف، فضلا أنه إيش ينكر عليه. ليش؟ سياسي، قال مشان جلبه إلى إلى المنهج، إلى الجماعة، إلى آخره. هكذا دعوة الرسول عليه السلام. قال تعالى في القرآن: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا رسول الله حذره أن يميل إلى المشركين ولو ميلا بسيطا. فالآن إذا رأينا مسلم يطوف حول القبر، هذا أليس إشراك بالله عز وجل؟ كيف نقر هذا؟ هذه سياسة تلتقي مع الكفار ومنهجهم، ومن سياستهم الغاية تبرر الوسيلة. فأنا إذا سايرت الناس الضالين في سبيل تقريبهم إلى الدين، أنا مثلي كمثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. صحيح قدم الدين رح يصلي، لكن صلاة قلبه معلق بالشرك بالله عز وجل. فليش ما بعلموا العقيدة؟ ونحن نعلم جميعا لا فرق أبدا بين طائفة وأخرى، لأن القرآن الحمد لله محفوظ، أن دعوة الرسل كانت تبدأ: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل جماعة التبليغ يبدأون بالدعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ هل جماعة إخوان المسلمين يبدأون بهذه النقطة؟ هل جماعة حزب التحرير يبدأون أبدا أبدا أبدا؟ ولذلك ما في فائدة من كل هذه الحزبيات، وإنما فرد واحد في الدنيا ربنا عز وجل يهدي به الألوف إن لم نقل الملايين، لأنه ماشي على خط وعلى الصراط المستقيم. لذلك نحن ننصح أن لا حزبيات في الإسلام، وأن المسلمين أمة واحدة كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الوسط هذه لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، فهم القوم لا يشقى جليسهم. وأنا أعتقد، في عندك سؤال؟ تفسير الحديث معلش أفضل سؤالك. أنا أعتقد أن كل هالجماعات هذون، هل لا نقر تحزبهم وتكتلهم، أكثرهم مخلصون، لكن رؤوسهم المخلصون فيهم قلة، ما أقول أيضا كلهم غير مخلصين، المخلصون فيهم قلة.